اوكرانيا لوحدهم بينتجوا 31.5% من قمح العالم، صحيح. وبينتجوا حوالي 17% من طاقة العالم، وبينتجوا حوالي 22% من الحديد العراقي. يعني دولتين تقال. اوكرانيا رغم انها ولا حاجة على الخريطة الاقتصادية، انما دي اكبر مساحة منزرعة في كل اوروبا. صحيح. وبالتالي عشان كده لاحظنا ان في اول بدايه اسبوع الازمه الحبوب كلها ارتفعت. وزير صحيح. الخارجيه الاوكراني لسه اول امبارح بيقول لو طورت شويه كمان ولو قدرت روسيا تحتل المواني وديسا ده كله هيعمل وبال في العالم. ليه؟ لان هتصدر ازاي؟ المطارات اتضربت والمواني الموانئ انضربت، طب الموانئ هتصدر ازاي؟ مشكله كبيره جدا. طب السؤال بتاعك والمهم، المؤسسات الدوليه سواء صندوق النقد الدولي او البنك الدولي، هل ليه دور في هذا؟ طبعا ليه دور، انما بيني وبينك في جزء كبير منه دور سياسي للاسف اكبر من انه دور اقتصادي. ليه؟ لان صندوق النقد الدولي ده بنك زي اي بنك في الدنيا.